So we will respond by one by one for the same for question. For now, one for by the one. Same question? For the same question, one by one. Yeah, I'll make the questions. Okay. Okay? And then sometimes they will be the same and sometimes they will just change. Okay? Then, can I start? Cool. Yeah. Okay. Thanks. According to you, what exactly happened in Sidi Bouzid on the 17th of December of 2010? In Arabic. معناها الحكاية يعرفوها الناس الكل نتصور إنه معناها الشرطية هذيك ضربت محمد البوعزيزي في وقت اللي هو معناها بطال وما عندوش خدمة ومكمل قرايته الكل وعنده شهادة معناها قداه من عام عنده بطالة معناها وقت ما مشى معناها حاش بخدمة وستايد يخدم على كريتة يبيع الخضرة وكل شيء معناها باش تكون فاجعة عليه انه معناها السيد بشهادة تضربه امرأة معناها علاش على خاطر هو بطل من الطبقة الفقيرة دونك هذيك وقتها كانت الشرارة نتاع الثورة التونسية انو على الحال هذيك معناها هو من بعد كتاب شيء حرق روحه وكل شيء اهالي سيدي بوزيد معناها هم اللي بداو يعني. معناها اشعلوا نار الثوره كما يقولوا بالعربي من وقتها معناها بدات الثوره التونسيه واللي جات من بعدها الثوره العربيه Do you agree with him? To me, أنا نسوي الحكاية سمعتها كيف ما سمعتها بين الهادي ولا بين السكول. أنا كنت في قفص ساعتها وسمعت إنه فما شخص حرق روحه في سيدي بوزيد. من بعد بدأت الناس تعمل في مظاهرات وواحد ما فهمتش علاش مرة جوا. من بعد تبين إنه فما مرأة تخدم في الجبايات قالت حبت تهز له السلعه نتاعو الدكتور فاسون يا تهز من عنده يا تهز السلعه نتاعو كي قالها لا معاش ما تهزش من عندي بلاش ولت هزت له السلعه نتاعو كي جا يتهجم عليها ضربته وقت لي ضربته لقاها كانها نبزيه ولا حكايه ما عجبتوش مشى هو ديجا في حاله نتاع واحد بطال وديجا عنده شهيد وما خدمش دونك ما جا عنده حتى حل انه يمشي للولايه كي مشى للولايه ما جاش كون يسمع يا اخي في حاله نتاع وش وحاله نتاع ديبريسيون واحد شعل روحه وكان من بعد بدات المظاهرات في سيدي بوزيد ورقاب ومن بعد بدات انتشرت في تونس كله حتى النهار 14 جانفي